أجمل اضطرابك يا شعبي، يمر على الحق سيوفك، يا حامل الورد لضيوفك، من نار اسمك وحروفك ما بيخلص أبدا معروفك، ما بيخلص والله يا شعب. يا شام أبدا ما بنرجع، ولغير الخالق ما بنرجع، بكرة شموس النصر بتسطع والحق المسلوب بيرجع، وبتشرق شمس الجولان تصميم وقوة وإيمان، إرادة حرة وعنفوان، يسلم ترابك يا شام، يسلم ترابك يا شام. يلا ردوا وراي كلكم، ردوا وراي كلكم، لو حطوا الوردي بالكاسي، حطوا الوردي بالكاسي، الشام والله الماسي. يسعد مساكم جميعا، وان شاء الله كل ايامكم فرح. أهل بلاد الشام والعرب يقولون بسوريا سوريا لا ما بتنحني، سوريا سوريا لا ما بتنفال، سوريا يا شمس الدنيا يا مجد العرب يا شام. صاحب فكرة الأوبريت اتحاد شبيبة الثورة، نقدم لهم الشكر، ونبدأ بمطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.
سيبيها ترجع لحضن الامان. الاوان تشرب بقى شمس الهدى ترجع لحضن الامان ويفرد جناح السماء يسيم ترابك يا شام. الاوان ترجع لبيت الاسير اصحى لو مر الضمير ينتهي ليل الظلام تحقق الحلم الكبير. الاوان يرجع الحق اللي راح الاوان ينتهي فصل الجراح وتولي يا شام الافراح يسلم ترابك يا شام. الاوان يرجع الحق اللي راح الاوان ينتهي فصل الجراح وتولي يا شام الافراح يسلم ترابك يا شام اسلم ترابك يا شام. طريقه ايدين بيضه وكريمه.